الآن السيد كمال هل يقبل أن ننتقد نقده؟ سيد كمال أول ما تحدث على أن تراثنا تراث الشيعي مليء بالإسرائيلية في نفس الليلة اتصلت به، قلت له سيدنا أنتم قلتم أن الكليني أخذ الرواية من الطبري، سيدنا هذا اشتباه كذا، لم أكمل كلامي أغلق السماعة في وجهه. أفتن في مطبعي من حرب حب الجليل متاعي، بعد ياس المنيلة وذراعي والسفينة حسين أم أشراعي.